في اليوم الأول لهذا المؤتمر الذي سيقام من فترة 2 نوفمبر إلى 4 من نوفمبر. خير ما نبدأ سيدني في بداية أن أرحب بكم ويشرفني أن أفتتح معكم اليوم أعمال المؤتمر العلمي حول التنمية المستدامة بليبيا، وكذلك تعبئة مجتمعية لكافة التنمية الألفية، حيث تبنت موضوع ما تحقق بحكومة الوفاق الوطني وأسعد كثير. بسم الله والصلاة. لقد تم إعداد التقرير الاستعراضي الوطني الطوعي الأول. رحمة الله وبركاته. التنمية المستدامة، وتعقد في سبيل ذلك ورش العمل والندوات ومواصلة دعم الابتكار والتفوق في هذا اليوم اللي هو المؤتمر العلمي للتنمية المجتمعية المستدامة، ووضع استراتيجية وطنية للوقوف على أهم الدعائم وإرساء ما هو مرجو حقيقة في هذا المؤتمر. فنتمنى أن تخرج بتوصيات تطفو إلى سطح، توصيات تكون داعمة وكذلك ترسي التنمية المجتمعية التي يطمح لها الجميع، لنظر في الفئات الهشة وكذلك للمرأة حقيقة لما تعانيه وما عانته في السابق من مشاكل، وكذلك الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فهذه مثل هذه المؤتمرات نحتاجها لترسية الدعائم وترسية التنمية بالشراكة مع الجهات المعنية في كل القطاعات. من الجهات ذات العلاقة. هذا المؤتمر وإظهاره بالشكل الذي يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم اليوم للأهداف العشرة التي تم اختيارها وفقا للمتطلبات. أيضا لدي ورقة بحثية تتكلم على في الجانب الاقتصادي، تتكلم على دور الجمعيات التعاونية للمرأة الريفية في التنمية المستدامة. واخذنا النموذج الجمعية التعاونية الساحل الغربي في للمرأة الريفية كنموذج للتنمية المستدامة بإذن الله. هذا المحفل العلمي الذي يشكل بينت هذه المراجعة وما نتج عنها التي جعلتنا أعداء في بلد يحلوهم الأمل بمستقبل أفضل لهم. أيضا للتأكيد على اهتمام وزارة التخطيط حاضرا ومستقبلا. السيدات والسادة الكرام.